الحمد لله على كل حاجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان أنا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي أيام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي، ده هما 3 أيام برضو يا شريان. استمتعنا، تكفي يا أختي البسين. ايه ده؟ مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متأخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقة اللي عملناها في الفرح؟ يا بنت تف من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هاي صباح، ازيك؟ وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه، انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانتي ايه اللي جابك يا سنيوره؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جايه اشوف وشك انتي، انا جايه اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي، ما تختشي بقى يا بنت يا شريهات، اسكتي خالص. ومالو يا حبيبتي، بيتك ومطرحك. اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ اه جميل. ودي السفره؟ اه دي السفره، ودي اوضه القعاد. يعني ايه اوضه القعاد؟ الليفنج. اوكي، الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص، ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت؟ ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصلي مش معقوله حنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي، كنت هنسى ماما ميمي. ابلة ميمي، اهلا وسهلا، نورتي يا ابلة ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي، ماما ميمي، ماما ميمي، ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. Thank you.
في حاجة؟ هاي هاي باي باي قصتك أنا مش مصدقة أنتوا إزاي عايشين من غير برايفسي كده خالص؟ أنتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك على محمد السياحة وعياله؟ ده هما كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين أصلا. شيريهان انت عامله ايه في شعرك؟ ليه مكتفه شعرك كده؟ مكتفاه؟ يا جهله دي طاقيه. طاقيه؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما هو عشان انت مش فاهمه حاجه، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا ما ازعر مش هينفع مع الطاقيه، تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره. اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله مع انه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية، يعني لو عندكم مثلا بانكيكس، بينت باتر، سيريالز. طيب في ايه بيجي هنا دليفري؟ انت عايز دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره حلو، في عبغاني 3 ام ده بتاع سندوتشات بيعمل بنيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا؟ بس خلاص بقى من ساعه ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما موتوسيكله بيثبت يا اما هو بيثبت يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نضاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شيريهان. بصي حبيبتي انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقول لك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، اي حاجه انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي، انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تتدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهله